والله عروره واو دشاي، لكن وين ميدا دشا مر ور وين دشا ميد عنق ميدا دشا وين دشا ميد وين دشا ميد أنا قاعد أقول نحي هذا ده ما عندنا يسوى عادي إسامة هذا إسامة ولا لا قلنا كاجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب الشرف ترى ومركلة مقال عصب برتن أذى قد إحنا وبرتيني وبرتاني وبرتين كو كل متشخني وبرلين أوفيشيال أذى آد بدو ما هتنتهي ملك ستك جبت ندافع عالم كأول على قلبي وحن إذن ليه هي سر الرواد كل سر الرواد ما اللي إذن كتش علي هاي رنتي وحن إذن سو قد بينا يا وقصة قصة يعني وحوي ويكدوا أنت قصوين كهرب gabar walaashay ana xaliima la yiraahdo ayay ku dhacday een inta badan waxaad nagu taqaaneen qisooyinka anaga soo gudbin jirnay laakiin xaliima qisadan way nooga sheekaysay kadib waxan irin manoog ma soo gudbin kartaa oo bulshada ma la wadaagi kartaa iyadoo dhib ku ah gabdhaha Soomaaliyeed iyo saaxiibtinimadoodana aad u taaban doonta marka inaan idinka hor dhacmo doonayo xaliimo way naga ogolaatay inaan wacno ما دام أي أجراتي، وحنكون تلقينا بل إنا وعنا إذن كنا أت نلنجي ستان، إن شاء الله تعالى بل وكنا ووعنا بسم الله. هذا يا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيادة يا حليمة أبايا ما في عنده؟ ما في أنا والله الحمد لله. خد كان ستوس وجبنا إن شاء الله تعالى وحنا رباب قصة دي ولال رنتي أنا قوائد ما قضي وأنا قصة عاد حنون بدن مركا بل إنا بلشدة لو ذاكتيد أو هدي إلى هاي إدمو أوجد بسيد أيام كهرباء بل سوجد بمركا قصة حقيقة بلال واقرد والله القصة بحنون بدر عيب بعضي كوري ربنا ونن أسكور سنة ماشام فامل كي مركان قول سنة ويد يدين اسكداف من كان عيدين من إيوين وعاي فرطان إيشان سنة ميرا سوجري تأديسة من كي مركان أوالدين تيكو ويد يدين مركي لبعض وعادة طوغي ويا وقلالين وأسكور سنة إلهي موجود بونسيكو وإنت أسكور سنة مركاس نكاح سنة سنة طيان كلام مقنيني مركي مير كينا داي وروس كان دين وحو دا مركبا يشايو اقبت ايا كجري ولو دا ابا اقاما انا قطار ربا ايشاي ساعد ايشاري ورد كان سعودي دو جوا اوكي يان باي اوكي مركا سوك ابا وحن ربا حل ارين مركي هوري ادوبو اديق الافتقال شرعي والا هيد سوما ها انا شرعي والا هيد شرعي ملايين وحو دا مادام ادي شرعي اللي هيد انا شرعي اللي هيد ورد كان سجو كان لو أركن أو لو جناحي أو شرعي كهلا واي أقول شرعي إيسا عد نعب مصنان هاستا كستكال إي كالمي إلا أقول كهذا أسكو جعلين من إيو من أو هاي أنا جن هذا أو جعلاي أوكي عن باي لعفتي شان كنتور لعنا سياتا وحودة مركا أسجور سنو لعفتا وكو شقينا وقصينا يا أوكي عن باي لعفتي سيشان تيب كنتور شرعي بوصوب برستي شرعي مكوصوب برستي ومدو أفر برو إي شقيي ما كنت شقي قولي أراسكي وحيو بيتاي وعودة ما داما وشو شريعا قاتا بينا شريعا لان أروس تشتينا لجنينا كبعد العطا باكو شقينا وكي عن باي واسكور سنين والو كن أول كواب نسكوكي مهروان ونسكوكي إباي مركا أراسكي لقولي سود بيتاي وانا شقا سارا وسود بيتاي وانا ما داي عمير وكبير بغير إلاها ليكي إلان بالي ساري مكياج الدنيا أراس يربائي بيكي حفلة دير أراس ويني مديهن أراس يرابط فامل كيلو يري ماشي أكو بباش الله يرجي ليكي إلى أمر كيس أود وإلى هسي أوربان قاضي أنا بقول كيلو يا هاي أول ما بلوب أقول لي هاي قبل صاحبتي أقول إسلا الدجنينة وأني هرنا أصاحبة هنا أصير إسلا سو إيماني أو نفط عن كلين آت وسجعلين ما أنت مدي إلا بلتي إيه خيمة منيت وسكويس أبى مدي إيه فوق إيه هاد أيا قبل في مركبة مننا قوية ذا منك سوق على الطين عروتي سومالي هرت واحدة عروة عند السنين أنا نقص وقلت إن عروت سكر دين وما دام تصدح عروة أنا عشته وعند السنة أبا يساعد إذا ذي لعب بندي مني ودي لعب شم بقول أبا حليمة هو كذي وحرب وحرب إن كاد حق لهم معناها
gabadhaas iyadu reer kaley lahayd, reerkeedii baa ka burburay. Kadib markii reerkii ka burburay, waxay ku tiri caruurta iga saacid si aan maaragtay caruurta Soomaaliya ugu dirno. Markaas kadib ayaa dirteen. siiyey maadaama saaxiibtay tahay oo haddana caruur dhashay oo waddan qurbila jooga inay saacid wanaagsan tahay, lacag baan saaciday oo odigan $500 ugu deemiyey. Gabadhii ilmihii waa naa dirsatay, waxayna maadaama ninkay kala tagnay guri keligii ma deganaan karaadaan, $200 degane waa kugu soo degayaa gurigaaga, maadaama adiga dumashigii latin oo ilman hadda aan wada dalin oo hadda la uur aan leedahay, waan kugu soo dirasaa dariska anagana. Anna waxa kuu qalmayn kara oo cunto kuu qarina, laakiin waa sax. Abay, waxaan rabaa inaan waad ii sheegtay markii hore, aad ii sheegtay marka, waxaan rabaa inaan wax yar gabadhu ilaa inta in la-eg bay kaa weyneyn. Gabadhaadii waxay jirtay 35 sano, aniga 22 sana jiraa. Okay, marka intaasay kaa weyneyd, waa gartay. Intaasaan rabay dadka inaan ogeysiiyo. Ii wad, barti nooga bilow marka. saaxiib adiga urle cunto aan karsan karin, aniga waa waalidti, waan shaqeeyaa, maqsalaan ka shaqeeya waa ogtahay, aniga maqsaladaan ka qaday ku quraada, adigaa baahi ku dushay, wuu ku saacideysa, keen habiibi, waxba nagabaanlaaway, kaal keen leh, xataa kula saacid qolka uu dhahay. Maqsaladuna waa meesha baabuurta lagu dhaqo. markaas markii hore de sharci muu lahayn, laakiin marka uu meesha seexanayo oo shaqaysanayo oo ninka raga noqday, waa mar sharcigiisi usoo baxay oo sharciga aad u iibisay soo ma? Waa garta. Okay, anna gabadhi marka waa u sheegay, waxaan abbaa odayo ogolaaday ilmaha waa anna. Gabadhi waa imaaday, way soo guurtay. Markay guriga imaaday, naan eedaday ah, annaga eedaan oo naha tahay, laakiin eeda waa beel lamaan, eeda aabbay qaraabo yihiin, waayo faamil yihiin, oo weligeed ilman aan dhalin, ilaahay ilmalaan siiyey, oo dhaan iyo 6 sano jirto oo waalid noo tahay waaye. Marka iyada camali galaysay, maadaama amerika la abriyar isaaciday dhaaday abriyarkii meesha iyaduna ay tabriyeen, waa itaa weydana qaraaba yihiin, waa u tagay. Markaa u baxayn waa u shaabooga gabanaa qabrasida saana xanuunsan camalii buraa laga qaraayay caloosha eh, waxaana buradee laga qa marka isbitaalka qof udru jaamici waxay rata qof weyn waaye, marka waa saacidayaanbahay. Okay, baxal nahay gabadhima u shaabaaya maadaama waa baxadeen guriga kale waa majoogo kartin iraacayaanbahay, maya ma raacay dhaayeen qanaasinya u maadeenbay inaan nastaaraba markaas macnaha waxaad isaga tagtay waraabihii iyo hilibkii la isaga tegay oo kala weeye odaygaagii, waayaad waxaad uga tagtay gabadhii. waa garta aniga waan baxa guriga furay, hataa gurigeyga hataa ma xiran oo jiifkayga qorfadaroonkayga ma xiran, waxaana guriga kana waxa ugu baahatay talaajid, waa taraashin waa buuxa, walaalay waa ka xarti kasaanahay, haddaa xabiga aday aad dhibsatidna ayaa seexan karin qolkayga jiifka seexanda, odigay dumaashiga ma imaanay walaashiga tahay, waa kanaanahay guriga uga tago furayi dhan gacantaan ka saaray, hal midka kan albaabka oo banaanka aan qaatay bas ah, iyo kan gudaha oo qolkayga maalkan kalo barandu dhexda noo dhexaysa aan qaatay bas. Macnaha qurfanoctonomka waxay ka wadaa qolka chiefka, xataa way uga tagtay talaagadii wax walba, maadaama ay qol deganayd gurigeedii xataa iyadoo ay seexanaysay bay uga tagtay. Waaye sii wad. Markii aan baxay meesha anigoo 2 usbuuc kabacdi ayaa gabar saaxiibtii ay soo
macnaha adiga raallahow abaay waa macnaha qosolkayga, maadaama ay mar hore waxaan kugu dhacday waad ka bogsatay insha allah, saan rajaynaya. Laakiin waxaan rabaa in aan maaragtay aan wax sii qeexno. Macnaha adiga markii aad joogtay laba habeen, habeenka jimcada iyo sabtida kula seexan jiray, inta kalena wuxuu joogi jiray muxuu ahaa meesha maqsalada. Laakiin intii aad maqnayd, gabadhan waxay kuu sheegtay reer Hargeysa in uu habeen kasta guriga yimaado, habeenkii laba kiis camal oo cunno isagoo wadana inuu guriga soo geliyo, subaxdii markuu baxayana uu sii tuuro labadii faaruqa. Miya waa gartay? haye ada arkayba submarka macnaha waxay ula jeedaa seedeliya waa farmasiga.
واقر هاي أرقيك أكو دي بقى هاي واقف خلاص ما كان بركه تعالى قبلي ان نينك وسوينا ما كثر باي ما انت حرانينك هنا سليب ان كشفت الجيران صوت قرب ما نينك عدين ان كاي وحاروا ان عوض طريقه او درا غرو واحد غير ما سو لا تقول ايدا او سعاد لها غرو ما ايمانا يندها حتى هو ما غرو تلو ان اركينا دربي او غنبدي نينك غرو ايماداي عليك افرس اي بر شقل قصوب بها شقل قصوب بها شان سعاد غرو سو غلي albaabkii barandada la xiray kan gudaha lama xiran ayagoo sariirtii jiifaan oo sida hooyadooda ku dhashay oo nirga ugu jireen aa ugu tagay gurigii hay adigu keliga ee amiya aniga gabadhii kale isla socon gabadhii kale oo reer hargeysaed isla socon macnaha macnaha gabadha reer hargeysa iyo adiga waa iyada waxay ku tirinaa ninka lagaa qaad waa yahay kadib marka aa usoo gasheen gurigii adigu furihii albaabkaa sidatay albaabkii waa furtay kii kalena waa furtay kadib waxaa soo gashay labadii oo dhar la-aan ah oo sariirta fadhiya haye gabadhii waa ku tiri aaway marka gabadhii kale aaway xagee aad
markaasaan kan xayaad iyo balaayaan soo qaadanay gabadhiyaan buteynay gabadhiyaan dulmay madaxa meel walba ku dhufanay balaayaan dilkana waa ka jeexnay diraa iyo wadata dhan waa ka jeexay meel waa ka qanin waan qanin waa garta marka gabadhii isagii wuu tegey laakiin gabadhii baa idinku waa disheen nabaraa gaarsiiseen soo ma gabadhii aad baan u dilay hay kadib de gurigu wuxuu ahaa adiga gurigaagii isagii banaanka hadduu uga baxay iyadii aad budayseen oo madaxa ku dhufateen oo nabara ku dhufateen kadib iyadu ma guriga iska dhex fadhidaa mise waa ka tagtay guriga suk macnaha haboobsiine macnaha subaxnimadii markay ahayd reerkiinii kugu dacweeyey reerkiinii markuu kugu dacweeyey adiga wuxuu yidhi waaba furay baa naagtaan miya wuu ku furay waa gartay haye marka waxaa leedahay adaa gargaran gabadhan adaa dishi ninkan adaa qabta labadan anaagoo mabaa isku keentaal dahay anaa ku lexaan hadda xalkeen awda gabadhiina waa idan furay gabadhiina daawo idan ka rabaa adaa lagu furay marka lacagtaadii ma kuu ceshay marka ilaa heshiiskiinu wuxuu ahaa hadhow inuu kuu celiyey maya qasna ka soo wareegtay okay ma haysataa cunugaagii oo hadda ma kuu joogaa mise cunugii meel kale u jiraa okay marka dee cunugii maxaa cunugaygii isii maxaa maba joogaba okay maya tala ahaan waxaan kugu siinaa kolba de sacuudiga xoog layskumale baan u malaynayaay cunug umaba hayaba dee cunugu teeda kale miyuu sharciyeysan yahay oo cunug u diiwaan gashan oo inuu isagu dhalay oo miyuu jira ma wax sharciyu kugu qabsan karaa see hadda kuugu qabsan karaa war iga tag oryaa miyaad odhan karin soo maray hal maalin galaas dhiigi masi inuu had meer na taaka maas oo lacag shan kun door iga baxday rafaadkii ugu dhigay oo alaabtii gurigii dhan kaamil ugu soo dhaxbaxay
dhibaato lagu sameeyo walaal gabdhaha Soomaaliyeed, bal eeg hadda tusaale ahaan 4 bilood uur ah adigoo ah buu ku furay iqaamada alla u gaday $20,000, macnaha $5,000 baa uga bixisay. Gabar macnaha guriga aad adigu keentay oo asxaab ahaydeen buu kugu dul guursaday, kadib adigii baaba lagaa sii qaaday diyo, ilmihii oo 3 sano jira uu haddana ku leeyahay keen. hay maxaad gabdhaha Soomaaliyeed kula talinaysaa? Nimanka Soomaaliyeed waxay noqdeen baa tiri niman. Qaar dhan laakiin qaar. Nimanka oo dhan maaha. Sabsaas maaha walaal, waa qaar ka mid ah. abayha waa sax qaara xun. Haddaan su'aal ku weydiiyo, hadii lacala hooyadiis inta u timaado, marka hooyadii u timaado ay kaxaysato hooyadiis ilaa iyaduba way dhashay, maxaa ku jaban? haddii lacala hadda hooyadiisaa sheegatay oo tiri waxaan rabaa inaan wiil cunuga yar kaxaysto, hadday hooyadii inta u timaado hadda ay kaxaysato oo kuu koriso mar walba, sow adigu hooyadii ma tihid? marka hadda adiga awood soo uma lihid ilma yaga adaa hayste inaad tiraahdid islaantaas hooyada inaad ku tiraahdo hooyo, waxaad tiraahdaa markay kusoo wacdo raalli ah walaalay anigu ilma kuma hayo, cidda ku hayso u doono. ma aba ayadis wey ayadis ay u qalanaysaa? Ayadis ma qalanaysa, eedada lagu sheegaya tii kale waaye. Marka waxaan rabaa inaad igu sheegtid gabadhii kale oo uu kaa raacay, adiga waa tuu ku furay subaxdii, isla gabadhii kale oo saaxiibada ahayd oo guriga kula deganayd uu kaa raacay, waa tii aad madaxa ku jijibisay, kadib iyada laftigeedii caruur dambe ma u dhashay, ma qabaa, xaggee ku dambeeyeen? Wallaahi caruur waa u dhashay, laakiin waa miiday dhashaa.
مر ولي واي دشا ميد عنق ميد دشا واي دشا ميد واي دشا ميد أنا جا هذا هو النحي هذا قال ما عندنا يسوع عبي إنسان عيد هذا إنسان ولا لا قلنا كان قال غير كائن أصوب هذا دم عيش سمعني أنا يا بس ديت أنا أقول إسمه دقيني وقدام سمعني أو أنت سمعني هو جا كان تعيد وصوش قال أنا أنا كذي باي ولا شيء هو جا بيه وقال وجع الله ما قال لو قلنا كان قال إنسان عيد وان إنسان حي ما أصوب وحنا لكن باي مرة ثانية أول نقص أنا قبل صوم أنا ولا شيء هذا كلام قسميني وين قبى؟ ما أبا يدي ملحن وايد عدا إن شاء الله أدوكنا سامير إن شاء الله رجع سوماليا نحن كل شيء جيا ساس ما ولاها رجع قاربا ساس قاربا شراء نوع عصو كلا أو تربضن يكو كتر بضن أو كون أحسن أو نوع عصهاي مركا أديكنا قبر يربع تهاي سيدا يشيك تلبي لباتن سنو أدو ير إلى هاي هدو المكسية مرة بعد إن رجع أورنينك درتي وقاعد تد معهن أو وقاعد ارتدي رج بدن الصوماليات أو ونعكسن أو قيمة هي بدل أو شرفت قبلها هي قيمةها قبلها وارديه إلى ليا وقبلهم مدح أسرهم بشره هذه جن الجور الآن هكل عنوالين على ثلاثة إذا أنا والله ولا الكي هاد مرة وني مرة وواي واني جو قفكن وخلب الجعل قواني بمرايد بمرايد على مرتب جو بطن ما كملته أنا يمين دم وسكو من أي من أي من الدولة عن جيجا قفصنا يا هذي 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 ولا لكن مرة الجبر بعد هاي داير هنتي حقيقة دي ونباهند طبعا إن أنا أوبت كلاسيه الشد يوم قرنا ساعة سعودي نمج سعودي وجوان ولا الحين كلين إجاك ما يهدا جوسكو وجاني كلين ما كان جعلات كبد بدر وساحب ياسي عارك ما كان جوسك أورك ويرمي كفرايان أنا جاي جوس العناين ما حال جوس ولا المقيش بل منك جوس ليس من جوس حنا عندي كان فضله كان كيف كان عدا جيد متكلا بديارك أنا لا سعودي كان وحيد بركان عند مسؤول أو حاجة إلى النكتة ومصيبة إلى كسرني ومنك الناس فسوقب سما يسبو ديار وياك وأمر هو سود ما يستن غير ببر سعجوب أنا أدوه تصبح ما كل بدكارك كارك على سود سود وأنا وحول كسينا أي أي ما حال جوس لا ما قبل ما مدى هنن كرتيد أو دنيارا أو استفهم إنسان أو شعيل إيه شاك إسكو جور ستان معان أو معنا معقولة تعال تعال سعودي مجرى برمتي والله وبالله وطلع جعل مجرى سعودي أي بسر يا الله وراه جرو كعبة جعل مجرى شم قبل وضع دو وإلمها الوصور فوي وإلمها كو حريران قار وسلع كنولين يقار ورفاد يكنولين يقار ورفوي وعينا يا بني ما نفسوين وعنقا كان قصوب حيلا وما يقصوب بعيزة ديوايا ما كان نمو قصوب مالا ما كان جبتين وقور كويا لما يكون ديعان ولا بكي يجي وماشا نمو ناكسر مجيرو إلهي نمو قصوها ديالي انت حول الله سوى دي انت في عنوى بيدي سيني انت حول الله سوى دينا ودعينينا ودد مسلمين وبشر بركيسنا المجيرا إلهي أبرينا ما إسلاذ هاي أباي ما إسلاذ هاي نمان كيف يعنى دن ناغا هايستا أو كل والو هايستا أبا بس نمان كيف يعنى يبنى لو كل قنت ناغا ناغا نمان كمكا ناغا نمان خوين أو صوت تشان وايو واقع بني أوكي نمان كيف يعنى يبنى لو كل قنت ناغا إيه قل لغو نكد الصوت بري ونعمل صفرت شارعي وبري لعير وقشنك ووطان حدا دي جفتان بري وناقل كارا عاين لكن أديك تي لما مركي نينا هاي ستي مركي اللي دمعي إله ولا الله بيا ناقتي نيكا ما في عينك وخبص تيسو أديك ما ذا حبرسك كلا دعي الله الله مجان مجان نيكا أديك تينا ناك ولا بيس ولا الماء ونعكسنا وعيا سبي هذا الماء ونعكسنا وعيا عيا لي نيكا ولو كنا عيا بعقفية سبوس بجي إنه ولو كنا عيا إلهي من بري جلسي الباب قصائر ما حاكت ما هو بيعت رجاستري أو قود عاي لكن نينك أديك قبتت محاولة هذا نينك إستقى مياكو قبل مساء أديك أقبع دان كلها كفتما نينك أنيك إما قبل لك أتسك إنه هو قبل لك أنه هو قبل الله بدين هو قبل سيسكو قبتانا الله بدين هو قبل ما كفتي أوه يا باي حليم وانا قص الله ما شاء الله
runtii waxa weeye gabar aad u qalbi wanaagsan baa tahay. Ilaahay waxa ka rajaynayaa insha Allahu inaad maaragtay nida ku degtid oo maaragtay kula fahma jacaylka oo waxa aad ka caralaysidna kaa dhowra in Ilaahay ku siiyo. Laakiin ugu dambeyn gabdhaha Soomaaliyeed maanta marxalado badan baa jira, kuwa wax laga duubaya, kuwa maaragtay nimankii noocyo badan baan maaragtay, maxaa kula talin lahayd? sheekadii farxiye kaba yara sheegaysa, miya miyuu waashtay macnaha? Ma waa waalan kariyaadi miya? laakiin waxa weeye ragga masiirkoodu waa kulul yahay. Macnaha sawir facebook ay waxay soo saarsatay ama whatsappka midkaas maaqaad mid yahay, laakiin midun bay waxay soo saarsatay miya nin markaasu ugu bedelay? gabdhaha keensanaya adiga hadda, tusaale ahaan gabar saaxiibaday oo aad keensatay guriga oo aad soo dhaweysay aad ninkii kaa dulqaatay, marka gabdhahaas maxaad faraysaa fariin? qaar fiican waa jira, ummadan isku mid ma faraaga ma siman, saaxiibo wanaagsan oo dhawaaq
aad aa umahadsantahay walaale, boqolkiiba boqol waa kaaga mahad celinaynaa. Macnaha barnaamijka qaybta nagala qayb qaadatay, maadaama aad naga ogolaatay inaad barnaamijka gudbisid, aad baa umahadsantahay. Marar badan oo aad adigu meelo murugo aa ka sheekeynaysay aniga aan qoslaya baa jiray, maadaama aad markii hore iiga sheekaysay oo qaybtii murugta aan markii hore qaatay. Marka dhibna ha u arkin insha allahu tacaala. Haye, asalaamu calaykum. Intaasaan kusoo gabagabayneynaa, waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Nooli kulanti.